مشاهدينا حياكم الله معنا بحلقة جديدة من برنامجكم عربود. خلينا معكم الليلة نشوف عناوين حلقتنا الليلة، شو تحوي لنا من أخبار عالمية عربية وكذلك أخبار تركية. دنيا بطمة تقلل من محمد عساف وهو يفتح عليها النار. بعد وائل كفوري مايا دياب مع راغب علامة، هل ستشارك كيتي بيري في سوبر بول؟ هند صبري ترد بقسوة على جمهورها من تنزانيا. بنتابع كذلك مشاهدينا الليلة في عربود. أكيد أنه هناك شخصيات في الواقع هي أوراق ميتة. إلى بدايتنا مشاهدينا مع القصص، فما هي قصة فيلم الأوراق الميتة؟ نتابع في هذا التقرير. الفيلم المغربي الأوراق الميتة هو أول فيلم يخرجه يونس الركاب ابن المخرج المغربي الراحل محمد الركاب، كما يشارك في بطولته أيضا، وتدور أحداثه حول أستاذة رقص شابة تعمل تحت إدارة مديرة المعهد اليهودية المغربية التي تحظى باحترام الجميع، وتمر أستاذة الرقص بظروف صعبة تدفعها لترتكب عدة جرائم خطيرة بدون وعي. الدور ديالي فهو الدور ديال عميد الشرطة، عميد الشرطة لوفيسيا سليمان، فهاد الضابط أو العميد ديال الشرطة فهو غادي يجي باش يبحث في واحد جوج الجرائم ديال القتل. الجريمة الأولى اللي كنكون كنشك فيها، كنشك أن واحد السيد اللي هو الدكتور الغازي كنشك فيه على أنه هو القاتل، فحتى كيجي الجريمة الثانية اللي كنكون كنتحاور أنا وياه وكيتصلوا بيا، يعني كيتصل بيا السوبيريور ديالي، يعني الضابط اللي فوق مني، كيعيط لي على اساس باش يقول لي انهم لقاو واحد القتيل في واحد الشقه وحده السيده اللي قتلته اللي هي اللي عندها الدور الرئيسي ديال الفيلم. فهاد الدور ديال اللي في الفيلم، فملي تقترح حسنا من بعد الكاستينغ على المخرج اللي هو يونس الركاب اللي كنشكره بزاف على الثقه ديالو اللي دار فيها، عن طريق ربيع القاتل اللي هو الدكتور الغازي اللي ادى الدور الرئيسي ديال الفيلم. الشخصية الزهرة هي شخصية صعيبة، ماشي سهل باش تحضر لها دغيا، يعني بسرعة خديت وقت كبير، درت روشيرش، يعني قلبت في المواضيع اللي الأمراض النفسيين، مشيت عند طبيب نفساني، تحاورت معاه، جلست معاه، شرحت الشخصيه كي دايره، شرحت الموقف اللي كتعيشو هاد زهره في الحياه ديالها، يعني في الباركور ديالها من صغرها لكبرها. جاتني صعيبه في الاول، حيت انا بعيده كل البعد عن شخصيه زهره. اوراق الميته اكيد في عده رسائل. الأوراق الميتة هو عبارة عن إيحاء للحياة، لما نعيشه يوميا. أكيد أنه هناك شخصيات في الواقع هي أوراق ميتة، يعني أناس تراهم في شكلهم يعيشون ويسيرون في الأرض متاعا لهوا وحياة، ولكن في الباطن هم أناس ميتين، لأنه أغلب، ماشي أغلب، هذا ليس بحكم قيمة، ولكن أصبحنا نعيش في عصر ماتت فيه الإنسان، ماتت فيه المشاعر الإنسانية، ماتت فيه الأحاسيس، مات فيه الصدق. تخيل معي إنسان يعيش بدون صدق، يعيش وهو يضع أقنعة يومياً، ألا تظن أنه شخص ميت؟ الإنسان لما يتجرد من إنسانيته فاثق به يكون إنسانا ميتا، لكن يمشي على قدمه للأسف. أوراق الميتة تيقول بزاف ديال الحوايج. تيقول أولا القصة ديال السيدة تاع زهرة اللي عندها واحد الهدف في حياتها ولقات بزاف ديال العراقيل، وهذا غير شكل صغير لاي تجربه تاع اي شخص اخر. تيبغي يقول
الحريات الشخصيه، الحريات الدينيه. الدليل وهو عندنا شخصيه سميتها مدام سرفاتي، يهوديه مغربيه وعايشه وسط مغاربه اخرين اللي هما مسلمين، وما تنشوفوا اي احتكاك بيناتهم. بالعكس عندها عندها الصديقه تاعها انسان اللي دايره الفولار، يهوديه اللي ضد الصهيونيه، وسميتها مدام سرفاتي غير باش نتفكروا ابراهام السرفاتي الله يرحمه، هو يهودي مغربي اللي كان ضد دوله اسرائيل او ضد الصهيونيه اون جينيرال. دونك كانت هناك بحال تسامح الديانات في هذا الفيلم. كاين العلاقه ما بين اليهود والمسلمين المغاربه اللي عايشين في المغرب، تنشوفوا الصبر اللي صبرات زهره باش توصل للهدف ديالها. دونك بغيت نقول بزاف ديال الحوايج، بغيت بزاف ديال الرسائل اللي بغيت نقول في هذا الفيلم. بعد سنوات من العطاء على صعيد تقديم الأغنية اللبنانية، ستطل شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم في عمل استعراضي مسرحي خلال الصيف المقبل ضمن مهرجانات جبيل السياحية. وفي التفاصيل مشاهدينا، فقد وقعت نجوى كرم على بطولة عمل مسرحي يحمل عنوان قدموس وأوروبا إلى جانب كل من أنطوان كرباج وغسان صليبة، وهذا سيكون العمل الاستعراضي الأول للفنانة نجوى كرم. اعتبر الفنان محمد عساف أن نجاحه يستفز زميلته دنيا بطمة التي اتهمته بأنه مغرور ويتذكر لمن وقف إلى جانبه في بداياته الفنية، متسائلا هي قبلي في الفن ماذا فعلت؟ وقال عساف أنه مستاء مما قالته بطمة عنه، ولم يتخيل أن هذا الكلام قد يصدر عنها. وفي النهاية مشاهدينا، هو لم يقابلها إلا مرة واحدة في حياته، فلما كل هذا الحقد؟ وختم رسالته الخاصة إلى دنيا بطمة متمنيا لها التوفيق، واستطرد بقوله: إذا بدك تغلطي علي ما راح رد عليك، الله يوفقك وبس. الله يهدي النفوس مشاهدينا. أما نحن فعندنا فاصل وراجعين. وتأثيرها امتد حتى العام الماضي، يعني هي أنتجت سنة 2008 وعرضت طلبت للعرض في تونس سنة 2013 في افتتاح معرض الكتاب. ستائر مرصعة بكريستال شوارفسكي من سيدار مباشرة من النمسا. ستائر مرصعة بكريستال شوارفسكي من سيدار، بريق يخطف الأبصار. ستائر مرصعة بكريستال شوارفسكي النمساوي الأصلي، موجودة فقط لدى سيدار. الرياض، جدة، الدمام، الخبر، المدينة المنورة، أبوظبي، دبي، الشارقة، العين، الدوحة، البحرين، مسقط. شوف إيش جبت لك، أكيد راح تحبها. كوكيز الشوفان كويكر بثلاث نكهات لذيذة، قطع الشوكولاتة، الزبيب والعسل. معكم مشاهدينا بعد الفاصل وإلى الأخبار اللبنانية. فبعدما قدمت الفنانة مايا دياب ديو مع الفنان وائل كفوري، تهمس حاليا لمن حولها بأنها بصدد شيء خاص أو عام سيجمعها بالسوبر ستار راغب علامة. شاركت مايا الأمر غير واضح، فهل سيكون هذا الشيء المشترك ديو يجمع النجمين، أم فيه شيء خاص جدا ستعلن عنه مايا قريبا؟ هذا ما سنكشفه خلال هذه الحلقات من برنامجكم عربوت. بعدما نشرت الممثلة والناشطة في مجال حقوق الإنسان هند صبري صورا لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام وغيرها من دون مكياج، فار الجمهور المتابع لها وانتقدها بسبب جرأتها في هذا الأمر. فما كان من هند إلا أن ردت بطريقة قاسية، فقالت: هذه رسالتي للذين يكرهوني والذين يتوقعون ظهوري بالمكياج كامل وطل أنيقة على الشاطئ في البحر، فأنا لا أحتاج أن أكون جميلة، طوال الوقت سأكون سعيدة، فلدي حياة أريد أن أعيشها وأتمنى أن يجد من يكرهني حياة تشغله أيضا.
هل ستشارك المغنية كيتي بيري بالغناء في المباراة الافتتاحية لدوري كرة القدم الأمريكية السوبر بول؟ تم التأكيد مؤخرا على أن النجمة الغنائية كيتي بيري ستغني بين شوطي المباراة الافتتاحية لدور كرة القدم الأمريكية عام 2015. رشحت المغنية للغناء في هذه المناسبة شهر أغسطس مع ريانا وكولد بلاي بعد جدل حيال وجوب دفع الفنانين المال للغناء في هذه المناسبة، ما أدى إلى تنازل الآخرين، لكن تمكنت بيري من تجنب دفع المال وذكرت أنها ليست ممن يدفعن المال للغناء في دور كرة القدم، لكنها تفهمت سبب طلب رئاسة الدوري المال، ففي العام الجاري حضر 111 مليون متفرج الحدث. ولعل السبب هو غناء برونو مارس وذريد هوت شيلي بيبرز بين الشوطين. من المرجح أن الاختيار سيقع على نجوم آخرين ليغنوا مع بيري بين الشوطين، لكن لا نعتقد أنها ستشتمل على أسماء أكبر من اسمها، هذا إذا كان هناك وجود لذلك. سيبدأ دوري كرة القدم الأمريكية في الأول من فبراير عام 2015 في أريزونا، ومن المؤكد أنه سيكون حدثا رائعا. مشاهدين مركز الإبداع الفني وخالد جلال، ماذا قال خالد جلال عن مركز الإبداع الفني؟ شوف سوا. تحدث المخرج خالد جلال عن بداية مركز الإبداع الفني والدفعات التي تخرجت منه حتى الآن ونوعية الدراسة في المركز، ويؤكد أن المركز لم يخطفه من الكتابة للسينما وإنما كان السبب في عمله بالسينما. أنا في مركز الإبداع الفني من 2003 تقريبا، خرجت ثلاث دفعات من الدراسة اللي هي المنحة الدراسية المجانية اللي بتقدمها وزارة الثقافة عبر صندوق التنمية الثقافية دي اللي حضرتك حضرت فيها قهوة سادة، دي كانت الدفعة الثانية. حاليا في دفعة ثالثة بتدرس، هتتخرج كمان حوالي 4 شهور. أهلا بيكم مع ثالث ظهور للدفعة الثالثة من قسم التمثيل في استوديو مسرح مركز الإبداع الفني. ظهور الأول ليهم كان من خلال عرض اسمه غنى الوطن، وكنا بندربهم فيه على مادة الغناء تحت إشراف الأستاذ عماد الرشيدي. ضربناهم على المادة الثانية وهي مادة الإلقاء تحت إشراف الدكتورة نجاة علي، وقدموا عرض اسمه حلو الكلام، جمعنا فيه أشعار بالعامية وبالفصحى لكبار شعرائنا أو بعض من كبار شعرائنا المعاصرين والراحلين. والعرض الثالث بتاعنا هو عرض أين أشباحي، وده العرض اللي بندرب فيه الطلبة على مادة الاستعراض. احنا عبر ال10 سنوات دول يعني في عروض كتيره جدا اتقدمت في مركز الابداع، لان في اكتر من 15 استاذ بيدرسوا جوه مركز الابداع للشباب الموهوبين في مجالات التمثيل والاخراج وتصميم الديكور والازياء وغيرهم. فهتلاقي اعمال كتيره، يعني معارض مثلا الدكتور ناجي شاكر والاستاذ نعيمه عجمي، عروض مسرحيه تحت اشراف المخرج عصام السيد، وفي اعمال كتيره عروض القاء تحت اشراف الدكتوره نجاة علي، عروض غناء تحت اشراف الاستاذ عماد الرشيدي، عروض استعراض تحت اشراف ضياء في محمد مصطفى. لكن انا ببقى بتولى ماده التمثيل والارتجال المسرحي. وفي الدفعه الاولانيه قدمت عرض انا اذكر ان هو كان عرض جميل جدا اسمه هبوط اضطراري، كان بطوله نضال الشافعي، الدفعه اللي اتخرجت اول دفعه، نضال الشافعي وسامح حسين وايمان سيد وياسر الطبجي ومجموعه كتيره من ياسر الطبجي وبيومي فؤاد من الناس اللي بقى ليها باع بعد كده، ومحمد شاهين، يعني حاليا هم بسم الله ما شاء الله يعني شغالين كويس قوي في الوسط الفني. الدفعة الثانية أخرجت لهم مسرحية قهوة سادة، وقهوة سادة كانت أكثر حظا، يعني هبوط اضطراري عرض فني مرتفع الجودة جدا، قهوة سادة كانت أكثر حظا وشهدت بكثافة رهيبة لدرجة أنها عرضت أكثر من 365 يوم على مدار 3 سنوات في مركز الإبداع الفني، وحضرها كمية كبيرة جدا من الفنانين ونجوم الوسط الفني والنقدي والإعلامي والسياسي في مصر، مش بس في مصر، والوطن العربي كمان. وسافرت حوالي أكتر من 6 دول عربية تعرضت هناك، لأن تأثيرها امتد حتى العام الماضي. يعني هي أنتجت سنة 2008 وعرضت، طلبت للعرض في تونس سنة 2013 في افتتاح معرض الكتاب في تونس، من كتر ما هي يعني كان ليها صيت واسع جدا. يا نهار أزرق، ايه الرعب ده يا عم الحاج؟ فيه ايه المكان ده يا جدعان؟ ايه يا جماعة، من المكان هادي وجميل اهو. مكان اللي هادي وجميل انت هتستهبل يا ابني ليه؟ وبعدين مين دوت؟ ابوك ده يا ابني اسس. ابويا يا جدع انت مجنون يا عايز يا انت، وهو انت هتتخانقوا بقى يا رب يوم ما ترزقنا بشغل يطلع شغل عند ابو اسس. ابو اسس ايه يا عم انت؟ وهو هو ابوه مجانين ولا ايه يا جدعان؟ فين يا جدعان؟ واحده لاقيين
فين شغل؟ هو المركز هو اللي خلاني اكتب سينما. انا بدات في اول فيلم اللي هي كان سنه 2004 تقريبا او 2000 يعني الفيلم اللي كتبته كان توم نداسة اشرار بتاع نيكول سابا وياسمين عبد العزيز ومحمد رجب وخالد صالح، وكتبته مع المنتج وائل عبد الله، وكان بسبب عرض انا كتبته الفته هنا اسمه ايامنا الحلو. والعرض ده كان بطولة نضال الشافعي ومحمد شاهين والمجموعة اللي اتخرجت في الدفعة الأولى. اتفرجت عليه ساندرا نشأت المخرجة السينمائية الجميلة، وبعدين قالت لي انت ما تكتبش مسرح، اللي انت كاتبه ده سينما، انت كاتب مشاهد قصيرة جدا تلغرافية جدا بتوصل المشاعر بشكل حاد وواضح، فانت ما تجرب تكتب سينما. فقلت لا يعني، قالت لي انا هشوف الحكاية. بعد يومين ثلاثة لقيت استاذ وائل عبد الله بيكلمني بيقول لي احنا بنعمل فيلم جديد، وانا يعني سمعت انك بتكتب كويس، فهل ممكن تيجي ونقعد نتكلم؟ وبدات اول خطواتي مع وائل عبد الله بتمن دسه اشهر، ثم كتبت بعد كده معاه ايضا مقلب حراميه اللي كان بطوله محمود عبد المغني وصلاح عبد الله ومجموعه وعمرو يوسف وكده، ثم كتبت ايضا مع وائل عبد الله فيلم بارتيتا اللي كان بطولة كندا علوش وعمرو يوسف وأحمد السعداني وكده. الفيلم الرابع ليا كان الأنسة مامي لياسمين عبد العزيز، وده كان أول تعاون ما بيني وما بين وائل إحسان. كانت ياسمين عبد العزيز بعد توم نداسة أشرار كلمتني قالت لي احنا يعني تفاعلنا جدا وعملنا فيلم حلو قوي في توم نداسة أشرار، فأتمنى ان احنا نشتغل مع بعض مرة تانية. وعملنا مع بعض الأنسة مامي وحقق لها نجاح كبير جدا، وانا دايما بقول ان هي ياسمين عبد العزيز دي تريد مارك، يعني علامه ماركه مسجله للاسره المصريه فعلا، يعني هي الناس بتروح. فاستمتعت جدا بالشغل معاها، ولما نجحت التجربه جدا بتاعت الانسه الامي دي كتبت لها السنه دي فيلم جواز اميري اللي هو بيتعرض حاليا ليها، ويا رب يعني نقدر نكمل في العمل. انا بستمتع قوي بالشغل معاها في الواقع، يعني هي قد ايه دؤوبه قد ايه. ويمكن لو حضرتك تاخد بالك ياسمين عبد العزيز الوحيده اللي تقدر تفتح شباك تذاكر، الممثله يعني انا قصدي الممثله الوحيده اللي تقدر تجابه نجوم رجال في شباك التذاكر، يعني ما فيش حد اخر ممكن يعمل كده. هتبقى احلى مفاجاه واحلى عيد ميلاد في رومي. لازم اتجوز يوم 30 اتجوز. عايز عريس. انا عريس. فاصل مشاهدينا وراجعين. Jason understands that the darkest things in life are often funny, and he never lets you get too far away from a laugh in a film. وإلى الفنان وائل كفوري، فبعد أن سلم الفنان وائل كفوري ألبومه لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات المنتجة للعمل، وبعد أن انتهى من جلسة التصوير المخصصة لغلاف الألبوم، أعلن عن مشكلة يواجهها في اختيار الصور التي ستكون غلافا للألبوم المنتظر، إلا أنه وعد الجمهور بصور غير شكل قريبا جدا. نفى الفنان ستار سعد مشاهدينا خبر وفاته الذي تداولته بعض المواقع الإلكترونية، مؤكدا أنها مجرد إشاعة مغرضة. وهذه ليست المرة الأولى التي تطال ستار سعد هذه الإشاعات، ما دفعه لنشر صورة له من على جسر الجادرية على صفحته في تويتر، وعلق عليها قائلا: نقلت إحدى الصفحات مع كل الأسف خبر كذب بوفاة ستار سعد، والخبر تكرر للمرة الثانية، وهذه صورة لي من على جسر الجادرية. The Woman in Black Angel of Death هو فيلم رعب مصور بطريقة محترفة جدا للمخرج توم هاربر، سيتم إطلاقه في الصالات العالمية في 30 من شهر يناير، وهذه هي مشاهده الأولى. نشوفها سوا. مشاهدينا مع صفحة الأخبار المتفرقة. عرض مع
مؤخرا فيلم Men, Women and Children لأول مرة، ويتحدث عن تغير حياة الناس بسبب شبكات التواصل وتطور الاتصالات، ويستكشف عواقب ذلك على الناس وعلاقاتهم. It's made me more aware of the of how it affects my life, quite honestly. And it's not saying it's a bad thing or it's a good thing. I think just being aware that it does change the way you communicate with people and kind of interact with the world. This movie is just so relatable in so many ways, and you know, there won't be one character that you're not able to empathize with and feel for. I'm not big on social media. Certainly, I don't use Facebook personally or Instagram or Twitter or anything like that. So it's made me more mindful of what I'm modeling for my kids and just making sure that when I'm with them, I'm really with them and not on my phone as much as possible. Has a really good sense of humor, but also I think he would let us, you know, play around with it on our own and let us improv here and there, which is also helpful in making it humorous and making people laugh. Jason understands that the darkest things in life are often funny, and he never lets you get too far away from a laugh in a film. That's one of my favorite things about Jason, and why I'm such a huge fan of him and his movies, is it's that dark humor, it's that, oh, that's so messed up, but that's so true, so it's so funny. It's like when you're kind of like nervous to laugh, but you know you like you have to. Like that's what I love so much. It's complicated, right? Because like soon enough we're gonna have virtual reality, and like an iPhone is gonna be dated, and it's gonna be like, oh, this is nothing. Like the world is gonna be very technology based as time goes on. This is nothing where we are right now. The whole world will be run by computers. Like that's just where we're headed. So like if people are scared now, like you're gonna be really scared in the future. Like you gotta accept it. That's just how the world is changing. I just remember having the best time, and I would give anything to go back to this set. شاهدوا Men, Women and Children المتوفر في دور العرض الآن. أعلنت مشاهدين شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عبر صفحتها الخاصة على التويتر عن بدء التحضيرات لأضخم حفلات رأس السنة في دبي. روتانا أعلنت عن ثلاث حفلات، الأولى تجمع ماجد المهندس ونجوى كرم، الثانية تجمع إليسا وثروان حسني، أما الثالثة فسوف تجمع وائل كفوري وهيفاء وفي. وهي حملة تشويقية بدأتها روتانا دون ذكر تفاصيل أخرى عن هذه الحفلة. فاز مشاهدينا البوب ستار رامي عياش على صديقه عمر في لعبة التنس، حيث كانت النتيجة لصالح رامي عياش 10 نقاط إلى لا شيء. رامي عياش نشر على الانستغرام فيديو يضحك فيه على صديقه الخاسر معلقا: الرابح العياش، وقت الرياضة ما في رحمة. مشاهدينا الرائعين، شكرا لكم على طيب المتابعة. كانت هذه هي حلقتنا الليلة، لقائنا معاكم يتجدد غدا في حلقة جديدة من عربود. We'll be right back.